سمي باسمهم ولحريته ثمن. جسر الأحرار يشهد من جديد عنف قوات الأمن مقابل السلم المتظاهرين الذين يدفعون ثمن ما جاءوا هنا من أجله. يطالبون بحرية اختيار نظام جديد يعيد إليهم وطنهم وحقوقهم المنهوبة، ولا يلقون في المقابل إلا الرصاص الحي والغاز المسيل للدموع. الاشتباكات تستمر بين قوات الأمن والمتظاهرين وسط العاصمة بغداد، ومعها يستمر سقوط قتلى وجرحى. احنا مظاهراتنا سلمية وما عندنا شيء، طالعين ناخذ حقوقنا، نازلين ناخذ حقنا، صار لنا 16 سنة على هذا الوضع، من 2003 لحد هذا اليوم، لا شفنا تعيينات، لا شفنا شيء، لا شفنا رواتب، لا شفنا أمن. وفي جنوب البلاد لا يختلف المشهد. قوات الأمن فرقت عنوة نشطاء يسدون ميناء أم قصر الرئيسي قرب محافظة البصرة. تم استئناف العمل في موانئ أم قصر، الميناء الشمالي والميناء الجنوبي. اليوم عادت الحياة بشكل طبيعي، عمليات البحرية، عمليات الإرساء والإقلاع والمناولة والخزن، التحميل والتفريغ، كل هذه الأمور عادت بشكلها الطبيعي. وفي مقابل الشارع المشتعل لا يزال الجمود سيد الموقف لإيجاد حل سياسي للأزمة، إذ يبدي المحتجون عدم ثقة حيال وعود حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي باتخاذ إجراءات اجتماعية وتعديل قانون الانتخاب، بينما يطالبونهم بتغييرات جذرية في التركيبة السياسية.